مشاهدات بالملايين تحققها حلقات المسلسل السعودي شباب البومب بمجرد رفعها على اليوتيوب. المسلسل الذي يتضمن حلقات بمواضيع منفصلة يعرض على قناة روتانا خليجية ويطرح كما يقول منتجوها أحداثا اجتماعية ورياضية في قالب كوميدي. المسلسل من بطولة ضيفنا اليوم فيصل العيسى. الله بالصندوق البطل أتحداك يا شيخ. العاب لحظة أنا قاطع 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 وش اللي قاطع قطعت أنا؟ لا مو قاطع أيوة تعجبني حتى خويك شف أنت معي أنت معي أنت قم أطلع برا عندي اجتماع سري مع العيال. ما هو؟ شو تطردني؟ يا حبيبي ما طردتك ولا شيء قلت لك اجتماع خاص يلا شخرج وهتندم يا شيخ انقلع بس يلا صك الباب وخذ نعالك. وفي الاستوديو ارحب بضيفي نجم شباب البومب الممثل السعودي فيصل العيسى. اهلا فيك فيصل. هلا والله وسهلا الله يحييك. تشرفت اليوم بقناه العربيه ويمكن اول مره هذه وتشرفت اني اكون معك. والله انت اليوم منورنا تسلم يا فيصل. خلينا بس نشرح ايش يعني شباب البومب للي ما يعرف. الشباب عندهم طاقه اذا ما طلعت الطاقه ايش يصير؟ بوم بوم تنفجر. فهذه من بدايات يعني انا كان عندي برنامج سوالف على القناه الرياضيه قبل يمكن 8 سنوات وكنت أطلع في الشارع وأسوي لقاءات مع الشباب. لقيت الشباب عندهم حاجات كثيرة ودهم يحكونها ودهم يقولونها من خلاله. أنا يعني طوال السنوات الماضية كنت في طاش مطاش كممثل وكذا فقلت ليش ما أجسد المواقف هذه اللي تصير للشباب وأجواءهم من خلال مسلسل بسيط يحاكي واقعهم. جميل. خاصة أنه الشباب مهضوم حقهم. يعني الشباب إحنا من يمكن 15-20 سنة ما شفنا مسلسل للشباب. طيب فأنت الشريحة المستهدفة الأساسية يعني الشباب. هم هو اسمه شباب البومب. صح شباب البومب. طيب أنت تعتقد أنه أنت في المسلسل هذا بتمثل الشباب السعودي؟ طبعا أكيد هذا واقعهم ولا ما كان صارت المشاهدات بالمئات الملايين. إحنا إلى الآن عندنا 1 مليار مشاهدة. طيب يعني 1 مليار مشاهدة هذه مستحيل أحد يحققها إلا إذا ما هو قرب منهم. 1 مليار مشاهدة. 1 مليار مشاهدة على كم؟ على 6 أجزاء. الجزء مواسم. الماضي 400 مليون مشاهدة. أي. الجزء هذا في 15 يوم أو 16 يوم 100 مليون مشاهدة. جميل. هي الأرقام بتعكس نجاح كبير بالتأكيد يعني ومتابعة شديدة. بس إحنا خلي عندي واحد كليب أنت بتحكي فيه عن شاب بيذهب للدراسة في أمريكا. خلينا نشوف هذا الكليب ونرجع نتكلم عنه. طيب فلبينو جود جود فلبينو لا تزعلين وراها دي I am sorry Where are you from? India ها تحداك عندي ما في فلوس كيف يجي انت هنا؟ ها؟ بابا انت علي بابا؟ Seriously? هل هذا هو الشاب السعودي؟ لا انت انتقيتي يعني انت اخذتي الشيء اللي تبينه وهذا غلط. انت اعلاميه والمفروض انه يكون في انصاف صح ولا لا؟ اكيد يعني في انصاف. احنا عرض المقطع وبسالك سارة. أوكي. هنا الانصاف. اوكي انا معاكي بس احنا برضو تعلمنا في الاعلام انه ما يكون في شيء مجتزأ. يعني تقدر تاخذ حاجه مجتزأة وتعرضها وتشوه العمل. لكن انا اتكلم معاكي احنا هذا مسلسل كوميدي ترفيهي شبابي يحاكي واقع الشباب باسلوب بسيط. ما هو بعمل تربوي عشان انا انت تقولين هل هذا هو الشاب السعودي. انا ماني في المدرسه يعني. لكن انت في هذا العمل يا فيصل اسمح لي اناقشك في هذا الموضوع. انت في هذا العمل في النهايه الشاب مثلا يسوي بادره جميله. يعني انا انتظر الحلقه 22 دقيقه واشوف فيها نموذج سيء جدا للشاب بعدين في النهايه يسوي بادره لطيفه. مو صحيح اي حلقه هذه عنصريه يا فيصل. انت عنصريه. انت شفت الحلقات كلها بامانه؟ شفت كثير منها. وش اسميها؟ وش اسمي الحلقات اللي شفتيها؟ لا شفت كثير منها. طيب. ما اتذكر. انا اشوف في اليوم مليون مسلسل. شفتي حلقات اعطيني اسماء واعطيني ذا. لكن انه اجزاء مقطع وتحطينه قدام الناس وتقولين هذا المقطع وهذا المدري ايش وهل هذا الشاب السعودي. احنا اساسا يعني العمل هذا من الاسباب اللي يعني قمنا العمل ذا لانه ملينا. هل انت وهل هذا وهل لا احنا لازم كشباب نقرب منهم نكون طيب بسيطين يعني معهم. دقيقه بس خلينا نكمل. انا فكرت انت جايبتني من الرياض عشان انا اقول صح ولا لا؟ صح صح. فاحنا فضل. احنا كشباب لازم يكون يعني في قرب يعني يكون في تعامل حلو. بشكل يعني بسيط مو هو لا ومدري ايش وكذا. فانا اللي اقصده انه عندنا حلقات كثيره فيها
أهداف وفيها أشياء، ولكن مو هدفنا إن إحنا نسوي عمل تربوي. هذا العمل يعني كوميدي. فيصل أقنعني دحين بس يعني أنا أفهم عشان أفهم. أنت بتقول لي عندنا حلقات فيها أهداف بس إحنا مش هدفنا لا تربوي. أنتوا لا عندكم هدف ولا؟ أنا أقول لك يعني أنا في من ضمن الأهداف أكيد غصب. أنت الآن لما تطلعين على الشاشة وتفاعلكم ما عندك ولا هدف، لازم يكون عندك أهداف. لكن هدفك الرئيس إنك أنت تغطين التواصل الاجتماعي، صح ولا لا؟ أنت تفاعل هدفك الناس. أنت هدفك إيش؟ أنا عندي هدف إنه أكون قريب من الشباب ويكون الشباب يعني يستمتعون في ذا العمل وبسيط معاهم، وأطلع الأجواء اللي هم يشوفونها في المدارس، في الحدائق، في الشوارع، في بيوتهم، طريقة بسيطة. وصدقيني يعني لو ما وصلنا لهذول الشباب كم ما وصلنا للمشاهدات العالية هذه. الحلقة ما تكمل 5 ساعات إلا هي واصلة 1,000,000، ما تكمل 24 ساعة إلا واصلة 3,000,000. احنا ترند في جميع دول الخليج، السعوديه أنا طبعا الكويت، انا هذا الشيء بالارقام موجود فعلا جميع دول الخليج حتى ايه؟ اليمن، الاردن. فانت شايف انه الانتقاد اللي بيوجه للمسلسل غير مهم لانه مشاهداتكم؟ اي انتقاد انا معاكي، بس انه انت تجين تسيين مقطع وتحطينه في البدايه وتقولين هل هذا مدري ايش، انا ما احب زي كذا. لا انا احب يكون في انصاف. لا في انصاف، احنا انصفناك وقلنا حلقاتك مشاهده واكيد في متابعه، لكن هذا كمان ولكن هذا معروض وعندك كثير كليبات إيه بس معروضه هذا بهذا الشكل كامله. طب اخر الحلقه وشو؟ اخر الحلقه الولد يجيب للعائله اللي ساكن عندها الامريكيه، يجيب لهم الرجل الكبير اللي هو جدهم اللي كان قاعد في دار للمسنين. يا سلام، ليه ما عرضتي؟ انا اقعد استنى، انا استنى 22 دقيقة. ليه ما عرضتي انت؟ مو عليك مسؤولية، انت اعلامية تكوني منصفة، صح ولا لا؟ هذه جايه حلقة عرضي زي ما انت اخترتي حاجة 10 ثواني من الحلقة. ترى على فكرة ما في الا 10 ثواني هذه اللي اخترتيها انت، كل الحلقة فيها ايجابيات. لا دقيقة، مساعدة الرجل الرجال الكبير في السن. أيوة. لما كان يقطع الزرع ودقيقة، ولما باس يده، ولما جاء قال لي ما تساعد ابوك، ولما حاجات كثيرة انت تركتيها على جنب وجيت عند الحتة هذه وخذتيها وحطيتيها. عشان اوري لك انه انا من الوحدي. لا مو صحيح، مو صحيح. هذا الناس كلهم مش يتفرجوا علينا الان. اي الناس يتفرجوا علينا طبعا، يتفرجوا علينا وشايفين. لا لازم تكوني منصفة انت مع نفسك قبل ما ذا. انا منصفة جدا مع نفسي. انت ما تمثلي نفسك، انت تمثلي. انا بنقول اراء الناس، ولما بنام في الليل بكون مرتاح الحمد لله. خليني بما انه مو عاجبك انتقادي او الانتقاد اللي انا نقلته، انا اقول لك الطريقه اللي انت شايفها انه مش تزأ. الناس كلها بتتفرج على هذه مناسبة الطريقة، لأنه أنت خدتي من 20 دقيقة 10 ثواني وبنيت عليه وقلتي هل أنت مدروش وهل هذا الشاب السعودي فيصل. لا لازم نتجاوز. عمل كوميدي بسيط استمتاع، ما في هذه الأشياء. لحين ساعة تقول لي في هدف، ساعة تقول لي بس استمتاع. لا لا، أنت لا تروحين ترجعين. طيب. أنا أقول لك هدفنا طب دقيقة، صلي على النبي. طيب صلي على النبي الصلاة والسلام. طيب لكن عشان الوقت، إحنا هدفنا انه الشاب نقرب منه ويستمتع. تمام. صح. طبعا اكيد انه لازم تكون في اهداف ثانيه وسط العمل، وانت عارف يعني وصلنا لهذه النقطه. رسائل ثانيه. جميل، خلينا ننتقل لمقطع انت ثاني. كله مقاطع يعني. لا لا، هذا مقطعنا اللي حنوريه. طيب يلا اوكي. تعب من المقاطع. لا لا، هذا مقطع لا من برنامج يوتيوب. سارة معلش يعني انا يوم جيتك تقدير تمام لك والقناة. لا انت ليش شايف الواحد لما بيعرض عليك اراء الناس انه هذا الناس انت يعني مو تقدير لك؟ انتوا كقناة قصيتوا المقطع هذا في 20 دقيقة. صح. اخذتوا 10 ثواني وحطيتيه وقلتي هذه 10 ثواني موجود زيها كثير في كثير من الحلقات. بس انه المفترض انك انت تقولين الايجابيات والسلبيات، مو بتجين تاخذين سلبيات وتعرضينها. انا قلت لك في اخر الحلقه صار في تصرف. لا مو في اخر الحلقه، في كل الحلقه فيها ايجابيات. فيصل هل حنقدر نتقدم عندي النقطه؟ انت اللي دخلتي على طول في نار وكذا ما دخلت في نار. لا لانه فيها ايجابيات كثير الحلقه، مو بس العشر ثواني. فيصل خلينا نشوف بس عبد المجيد الكناني في الجيمات ايش قال عنك او ايش قال عن شباب البوم. انا بقول لك على حاجه بس تفضل. بس دقيقه علشان احنا نستفيد من جميل. الوقت يعني البرنامج. ايه. تمام. انت محضره جايه تمام، وانت كلمتيني قلتي لي انا شو مكسر الدنيا ومدري ايش وذا. صح ولا لا؟ انت مكسر الدنيا اكيد. ايوه وانا مدري ايش وذا. الان اختلف الوضع تماما لما جيت قدامك. هذا دقيقه، هذا غير صحيح. لا الكلام صحيح. يا فيصل. لا صحيح. لا 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 صحيح. لا 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 فيصل. انا بالنسبه لي انا على انا بالنسبه لي صار اوكي على الهواء. في شيء في شيء يتغبى؟ لا ما في شيء يتغبى. انت خايفه من شيء؟ انا ماني خايفه من شيء اكيد. انا قلت لي الكلام، قلتي انا ابغاكم مدري، قلت لك بعد 10 رمضان. صح ولا لا؟ نحن حريصين
متحمسين اكيد. طيب على ظهورك معنا. اذا حديث لازم يكون فيه ايجابيات وسلبيات، واكيد حنتكلم في الايجابيات. نحن قلنا انه عندك مشاهدات. انت فيصل انت ما تبي تسمع اي انتقادات؟ لا ابغى اسمع، والله ابغى اسمع شيء اللي يفيدني ويخدم العمل ويخدم جميل الشباب. جميل جدا. لكن مو بتجيبين انتقادات، تجيبين من يوتيوب وتجيبين مقطع تختارينه 10 ثواني وذا وتبنين عليه، مو صح ابدا. يعني احنا طيب. احنا كاعلاميين فيصل والله العظيم انك وصلت هذه النقطه لا وتناقشنا لا فيها. لا بس انت ترجعين وترجعين محضره. انا ما ارجع محضره على هذا الاساس. انا اكيد محضره، انا اكيد محضره. بس جزء بس من برضو عملي. برضو هل لازم تكوني منصفه اسئله الناس، لازم تكوني منصفه صح. طيب ولا لا تحب تشوف اسئله الناس؟ انت خلينا نشوف اسئله انت الناس. لما تجيبين بما انك ما تبي تشوف عبد المجيد الكناني ايش قال. لا مو قصد كذا، بس انا اتكلم. انت بتضيع الوقت في الكلام يا فيصل. طيب ما ادري عندك ساره، يعني انا قبلت طيب. الدعوه وجيتك الى عندك. اهلا وسهلا فيك. لكن انت للامانه كلامك كان غير. لا ابدا غير كلامك صحيح. أبداً هذا الكلام أبداً يعني. انا انفي جمله وانا استغرب يعني استغرب من هذا الشيء. انفي جمله وتفصيله. انا دعيتك وقلت لك كويس انك كنا على الهواء مباشر، يعني كويس اكيد انه المسلسل اكيد فيه مشاهدات وهذا يدل على نجاحه مع فئه كبيره. العمل ناجح ومكسر الدنيا. اكيد العمل ناجح ومكسر الدنيا. هذا شرف كلامك تقولين ايش هذا الشاب السعودي وايش هذا. انت ما تبي تسمع انتقاد يا فيصل. مقطع. خلينا نشوف من 20 دقيقه يا فيصل عندنا وزدنا في هالنقطه طيب. كثير خلينا نشوف هذه بعض اسئله الجمهور. هل حتستمر؟ هل في جزء سابع من شباب البوم؟ والله انا قبل يعني يمكن اسبوع كنت مع الامير الوليد بن طلال، وبهالمناسبه ذي احب اشكره على دعمه للشباب وثقته فينا كشباب سعودي، واحنا يعني كنا قد الثقه هذه. وللأمانة يعني الأمير داعمنا بشكل كبير والحمد لله. إحنا 5 سنوات قدام. فحتستمر. حستمر 5 سنوات. طيب ما مليت من أداء يعني الشخصية أو ما ليش أوكي. أنا أقول لك أهم شيء المحتوى. أهم شيء إيش حتقدم في المحتوى. الشخصيات كثير شخصيات تكررت ولكن كان في محتوى يحميها ومشت قدام. الدليل انه احنا كل سنه مشاهداتنا تزيد. ايه؟ هذا الدليل انه المحتوى حقنا ثقيل. فانت تشعر انه المحتوى بيتطور وبتتطور ايه؟ معه المشاهدات. طيب ليش فتحت تويتر وما فتحت سناب وانستغرام؟ انت عندك حساب شباب البومب. عندي سناب. حساب السناب حق المسلسل ايه؟ لكن انا كسناب ما عندي وانستغرام ما عندي. تويتر حتى فتحته في وقت من الاوقات يعني اول ما طلع تويتر وكذا وخليته. لكن في النهايه انا من حريص على مواقع التواصل يعني. اوكي. خلينا نشوف إلى متى راح تستمر في تمثيل الشخصية المنبوذة اجتماعيا شخصية الدرباوي الهمجي. هل تشوف الشخصية كده؟ هذا سؤال جدا حلو. أنا كنت أتمنى أن الأسئلة هذا اللي تسألون الناس تسأل أسئلة أحسن مني يا فيصل. خلاص لا والله صار شوف لا تفهمين غلط. أنا في النهاية عندي عمل تمام. جميل. عندي عمل دقيقة عندي عمل لازم أدافع عنه زي ما أنت تدافعين عنه. تدافع عنه لكن طيب. تدافع عنه ضد الانتقادات اللي بتسمعها بشكل منطقي عادي. يا سلام ما تأخذها بشكل يا شخصي سلام. حلو ممتاز. طيب الآن إحنا هذا السؤال مهم. إيه؟ أنا أبغى أحد يجيب لي تمام كلمة درباوي في المسلسل أو أي إيحاءات أو أي تصرفات أو أي شيء يدل على أنه هذا. إحنا في مسلسلنا ما قد جبنا هذا الطاري. هذه كاركتر يعني كاركتر شخصية عامل كاركتر كذا هو انعمل ونحط في المسلسل. في كاركترات كثيرة تقدمت صح. يعني بس أعطيك على سبيل المثال يعني أنت تتذكري راشد الشمراني قبل فترة قبل يعني يمكن 15 سنة سوى شخصية اللي هو اللي حاط الشماغ والطاقية وعطوا سداح فرصة ومدري إيه. فايز المالكي في مناحي سوى الطاقية وش كل يعني أغلب النجوم سووا الكاركترات هذه. ناصر القصبي صح بس الناس بتوصفها بوصف لا بس أنا أتكلم يعني بالمحتوى. تعال حاسبني على المحتوى. اي شيء في المحتوى والله بتزعل لما احد يحاسب. لا انا ما اقول لك. انا اقول لك لما الواحد يعني بدايه الحلقه يكون في حلقه من اهم الحلقات الناس ايه؟ كلها اثنت عليها ايه؟ وتقول انه فعلا يعني مهما صار الشاب السعودي في وقت الجد في وقت الذا هو حريص على بر والده، هو حريص على المساعده، هو حريص على انه التمام الاسره. هذه كله يعني راح ونحط الحاجه اللي يا هي يا الله يا فيصل. طيب خلينا اذا ما تتجاوز الماضي. طيب النادي السعودي اللي تشجعه؟ اشجع طبعا نادي الاتحاد. ما عندك بنشوف طب هو اتفقنا في شيء اللي هو ايش؟ تشجيعنا الاتحاد يجمعنا يعني. طيب كويس الاتحاد يجمعنا. طيب ليش تركت التلفزيون السعودي؟ والله أنا ما تركت التلفزيون السعودي، بالعكس أنا حريص على التلفزيون السعودي. والتلفزيون السعودي يعني هذه برضو نقطة أنه يعني هل تعتقد أنه التلفزيون السعودي بيدعم عمل
مخل مثلا ولا في مشكلة للشباب ولا ذا. بالعكس التلفزيون السعودي داعم لي كان بقوة. وزير الإعلام الله يمسيه بالخير دكتور عبد العزيز خوجة ومن بعده أيضا جميع المسؤولين في التلفزيون. يعني بالعكس أنا التلفزيون يعني ودي أني أنا أكون قريب منهم وذا، لكن للأمانة يعني جتني فرصة في روتانا وروتانا ما قصروا يعني معانا وبالعكس احنا. هل تشوف أنه يقدم رسالة هادفة؟ يمكن تناقشنا في هذا الموضوع مطولا، هل ينافس شباب البومب سيلفي؟ هذا سؤال. لا هذا له شريحته وهذا له شريحته. يعني احنا شريحتنا شريحة الشباب، شريحة يعني كبيرة ومهمة في المجتمع والحمد لله، يعني احنا عندنا تخصص في هذه الشريحة. لكن هم عندهم قضاياهم الكبيرة والهذا، احنا بعيدين عنهم تماما. ما عندك انت قضايا يعني كبيرة بتناقشها على اشياء اصغر يعني؟ لا تشعر. انا احاكي واقع الشباب البسيط جدا، يعني زي ما هو يصير له في المدرسة زي ما هو يصير له. حتى شفتي المقطع اللي انت تكلمتي عنه اللي احنا اجتزأنا اللي انت ايوه اجتزتي هذا المقطع يعني عادي عند الشباب عادي موجود. يمكن انت عشانك في دبي هنا ما تدرين اللي في الرياض. لا والله ادري انه اكيد في ناس عنصريين يا فيصل. مو عنصريه ابدا، هذه مو عنصريه. لما اتكلم عن جنسيه شخص واصفه هذه ما هي عنصريه. شوفي لما انت تبغينا تصير عنصريه تصير عنصريه، لكن لما ما تبغينا تصير عنصريه هذا مسلسل. لما هذا مسلسل اصف جنسيه واتمسخر عليها يعني بالله في المسلسلات كلها، يعني شفنا مسلسلات مصرية شفنا مسلسلات دقيقة طب خلينا نتناقش شفنا مسلسلات لازم ننهي الوقت، حنكمل نقاشنا وهذا بعد الحلقة يعني على السناب ممكن